لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الحد 7 يناير، والنهاردة القمر موجود في برج الميزان من الساعة 1:15 الظهر. عندنا كمان أورانوس موجود في الحمل، وعندنا المريخ والمشتري الاثنين في العقرب، وعندنا عطارد في القوس، وفينوس والشمس وزحل وبلوتو الأربعة في الجدي، ونبتون في الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر في مواجهة برجهم من الساعة 1:15 الظهر، ومطلوب من مواليد الحمل النهاردة ان هم ما يستسلموش للعصبية وللتشوش. كمان مطلوب من مواليد الحمل ان هم يتأنوا في حركتهم ويحافظوا على سلامتهم. نروح بعد كده لبرج الثور. برج الثور النهاردة عندهم القمر في منزل العمل، وده بيديهم طاقة ونشاط هائلة، طاقة ونشاط هائلين، يقدروا ان هم يستخدموا طاقتهم في ان هم يستغلوا مواهبهم كويس جدا ان شاء الله النهاردة. واي واجب عليهم او مسؤوليات ملقاة عليهم هيقدروا ان هم يقوموا بيها على اكمل وجه. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهاردة عندهم القمر بيدعمهم جدا، لان القمر في منزل الحب، والنهاردة مواليد الجوزاء هيكون عندهم قدرة على الابداع هايلة، هيكون كمان عندهم قوة ملاحظة هايلة، ويقدروا يلمحوا ويقروا الاشياء اللي ما بين السطور. اشوف انهم لو بيشتغلوا في مجالات فن او ابداع هيكونوا يقدروا يحققوا نجاح هايل. كمان النهاردة يوم مناسب للرياضة، وبالنسبة لمواليد الجوزاء فلو حابين يمارسوا الرياضة هيكونوا عندهم قدرة اكبر. نروح بعد كده لبرج السرطان. برج السرطان النهاردة عندهم للأسف القمر معاكس معاهم، ومواليد السرطان لازم النهاردة ان هم ياخدوا بالهم من انفعالاتهم ويتحكموا في حساسيتهم. قد يشعروا بعدم اتزان او فوضى في المشاعر، ومهم ان هم يصبروا بس يومين وان شاء الله هيكونوا احسن. نروح بعد كده لبرج الأسد. الأسد النهاردة عندهم القمر في وضع داعم جدا في منزل العلاقات، والنهاردة ممكن مواليد الأسد يلاقوا فرصة هايلة انهم يحلوا مشكلة او نزاع موجود من قبل كده، وممكن يكون في تصالح مع في احدى العلاقات. نروح بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء النهاردة عندهم القمر في منزل المال، والنهاردة مواليد العذراء عندهم روح مبادرة هايلة، وده هيساعدهم ان شاء الله ان هم يحققوا مكاسب مالية. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة عندهم القمر في برجهم من الساعة 1:15 الظهر، وده بيديهم جاذبية وبيديهم سحر، وكل ده بيخليهم يلفتوا الانتباه جدا ويكونوا متألقين جدا. نروح بعد كده لبرج العقرب. برج العقرب النهاردة عندهم القمر في المنزل الـ12، وده بيساعد مواليد العقرب ان هم ينعزلوا، او بيدفع مواليد العقرب ان هم ينعزلوا، بس ده ممكن يساعدهم ان هم يحددوا اتجاهاتهم بهدوء ويراجعوا نفسهم ويخططوا بصورة افضل. بس مطلوب من مواليد العقرب النهاردة ان هم يحموا نفسهم من المكائد ويعملوا في سرية وكتمان. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة عندهم القمر في منزل الأصحاب، وأشوف انه مواليد القوس اذا كانوا في انتظار موافقة على حاجة ممكن تحصل، أشوف انها ممكن تحصل النهاردة. النهاردة كمان مواليد القوس عندهم حظ رائع على المستوى الاجتماعي والعاطفي والمهني. النهاردة كمان مواليد القوس الغير مرتبطين ممكن يكون عندهم تحول من علاقة صداقة لعلاقة حب.
نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس، وده بيخلي مواليد الجدي متحفزين اكتر، ومطلوب من مواليد الجدي النهاردة ان هم يصبروا اكتر قدام النقد والاستفزاز. عندهم كمان مطلوب منهم النهاردة المواليد الجدي ان هم يعملوا شغلهم على اكمل وجه عشان ما يتمسكش عليهم اخطاء، يعني يحاولوا يركزوا وينظموا افكارهم وجهودهم. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة القمر بيدعمهم جدا لان القمر في منزل الحظ، والنهاردة بتتيسر خطواتهم ويقدروا انه يكللوا جهودهم بنتائج ايجابية على المستوى المهني والمالي وكمان العاطفي. اشوف انه الدلو النهاردة الى حد كبير ممكن يحققوا مكاسب على كل الاصعدة ان شاء الله. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، والنهاردة يوم مناسب علشان مواليد الحوت يقدروا ان هم يخططوا للمستقبل كويس، ويخططوا لتنمية مدخراتهم، ويقدروا كمان يحققوا استقلال مادي من خلال تخطيطهم. وكده نبقى عرضنا الحظ لكل الأبراج.